ايه ده؟ ده عندك جس يا كذاب. قدام الجس وانا اللي واقف بعيد. ايه ده؟ نازل لوحدي يا اسطى. انا قلت بس مين اللي جنبي؟ جولد تاني. جولد تاني قلت فين؟ انتوا هتزلوني عبد اخر مؤهل هتزلوني. قول هاي هاي عند الدرج الكبير. عند الدرج الكبير محدش يقتل. طيب تقتل يوزر جويند يور شانل يوزر واز موفد تو يور شباب. شباب الجولد يا معلم تعال. الجولد يا معلم يا شباب ان شاء الله تمام. انا اهو انا استنى هاجي دلوقتي. حاول تقتل الفريق بتاعك حالا. تمام يا معلم بساعدك. تعال تعال توني. لو تقدر تخلي الجولد اللي في النص كده وسع وسع عميد وسع عميد. بص انا هقتل لك وسع عميدو يا ميدو وسع. تعالى يا توني زكي ممكن يا زكي ممكن يا انا هبعده اهو. اقتلوا ميدو. ميدو اهو ميدو اهو بعيد. يلا روح يلا يا معلم روح 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 يلا يا معلم انزل في النص. انزل في النص انت كمان هنا خد يلا يا معلم كفو يا كفو جول. انا ده الواد. هاي هاي فين فين ميدو اللي هياخد الجول ده شباب؟ ميدو انا هقتل مين؟ مين اللي بيقتل؟ حد قال لك تقلع يا معفن؟ انا هغير. فين الجول؟ اقتل لوكو الصندر. اقتل لوكو الصندر والماموس. اقتل لوكو الصندر والماموس. انا معايا واسم ام 1 وبريزم صفر. فين الجول؟ هو فين الجول؟ فين الجول عشان اروح اقتله؟ اهو انا بقى تعالى ميدو. ميدو ميدو تعالى اطلع ازاي؟ ميدو انت بص خليك في النص مفيش حد يقتلك. طيب يورا بقى يوسع. يورا ديرو بقى. لا خلوا خلوا ينزل على الارض. يوران ايه يا عم؟ يوران ايه خدوا يا عم؟ يا عم ما هو مشكلة يا عم. ماشي يا عم. قول اي حد ياخد. انا بشوف في اخر الجيم مش في اخر الجيم. اخر الجيم مش في اخر الجيم يا عبد. اساعدك ماشي. تعرض علي مساعدة بس. من ابن الكلب اللي يوسف. يصبر يا عم انت توقعنا انا كده. يصبر يا عم. خد انت. يعني انت بتساعدني. قول تاني. انا بقول ده. يا عبد. انا مش عارف بطلق بشوف بدور اهو في النص هنا اهو. ايه لما بتلعبني؟ شوف ده المكان بتلعبني. شوف ايو خليك في مكاننا كده وبقى نص عليهم في النص. ضربت ضربة خدوا انت خدوا انت خدوا انت. يا لهوي زقوني والله. انت شفت كنت لابس باين. ايوه قدام البوينت. قدام البوينت تعال البس. فين بقى علامه هيل؟ علامه هيل قدام البوينت. انا عايز انا عايز اسمه واحد اشيله اشتغل فين فين قدام البوينت. قدام البوينت يا عم حد انا اشيله. يا عم وصلنا حد انا اشيله. كيمو كيمو هيل مين؟ كيمو مين عايز الجول ده يا جماعه؟ اضرب وزن اللي ورا. لا اضرب يلا اضرب يلا 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 كفر. مين كيمو بقى؟ مين عايز الجولد؟ مين هنسيبه لمين؟ احنا هنخترع عليه. اوسع 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 يلا اوسع اوسع. اضرب ده اضرب ده اضرب الكلي اضرب الكلي يا جدعان. انا موت. توني 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 كفر جولد. فين بسألك؟ وغير كده أنا هتنفذ. أشكوه لقيته؟ لا أنا هعمل نايت وزبراتس كان يا عم وخدها مش تصادر. انت لقيته؟ اه ناحيتنا ناحية بتاعتنا ناحية بتاعتنا هرجة هرجة عندنا اهو. اوعى you
يا ابن المحظوظة بس وغمر دي دبابة بالجولدات يا اخي. انت كل ولا عم معك ينزل جولد يا عم. استنقت العالم ضيعتها يا رب رجع قبل بعمل سيل اهو في النص في النص في النص في النص العالم ضربك. يلا يا سلام انت بتصور ما عندكش بصور خلاص بصور معايا 25 فيديو ما عملتش مهم حاجة ومسحت كامتازيا ومسحت برنامج ومش هين علي يمسح الفيديوهات. طب هو محدش بيمسك العالم ليه؟ فانا ادعى منكم مرحب حمسك الجولد ده ليه يا ست عايز ايه؟ اطلع 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 بس ليه؟ لا مش طالع مش طالع مش قلت لك ليه؟ قلت لك ليه من ايه ده؟ يا ابني اوه اطلع 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 الشيفر ده الجولد فوق ما تسموش الله مش عندنا ولا على الحتة اللي انا واقف فيها يبقى عندهم عندك يبقى لا. هنا 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 فيه عند اهو طيب استنى هما اتنين بس الولا اول واحد الولا اللي دخل ده هيتصدم يعني تعالى فوق تعالى فوق تعالى فوق انا هعمل حرف حلو تعالى بس بسرعة اهو طب طلعنا لفوق يا ابني خلاص تعالى انت بقى خلاص يا عم مش مهم هو نازل لا لسه اضربهم من فوقيك اضربهم من فوقيك بص واحد داخل طب خده انت خده يا رب يا ابني يا ابني على ابوك ولبس جولد جولد كل استنى شاي استنى شوف فوق البيت ولا فوق البيت فوق البيت تاني طيب بس انا يا لهوي قلبت واحد برضه نزلت في نفس المكان بقى يا رب ينزلوني هناك بقى انا عملت سيل فوق تاني يا رب ينزلوني نزلوني هناك لا نزلوني تحت ولا ادخل جوه اي حد كده يا امي طلعها بدل ما انا يا ولاد اللي بيقتلوا قتلوا حسبي الله يا رب ينزلونا فوق ايوه نزلونا عند البيت يا رب هم بينطوا كده انا اللي انت يا عبد الله يا عم كريم المصري يا عم عندهم كريم المصري انا عايزه ولا انت عايزه اقدر اقدر اتعامل شويه اخرج يا كلب اهو اهو شمالنا شمالنا فين على الشمال ايه شمالنا دي يعني لما انت تنزل شمالك في تحت يعني ولا فوق فوق انت كده هتتقفل هنا يعني نحن نطلع روح قدامك نحن اطلع انت عند النار ده هناك مش تقول روح روح انت كده هتقعد ان شاء الله اضربك على النار ايوه ايوه يا اهو اهو عند المكان اللي انا كنت هاخده بحركه ايه كان كنت هاخده بحركه انا كنت بلعب من الدكتور شوف تيجي تساعد انا فتحت الجيش شلبت واحد انا كمان هتيجي تساعدني انا فتحت الجيش فيه تاخد لي ضربه ضربان زنبوليه زنبوليه يعني نزل يا ابن الكلب جاتش هيضربني ايه ده في واحد عمل شقلبه زنبوليه واحنا كمان برضو بيمشي بالبلكو سلاح المصنايع فايه طبعا كله بيلبس بلطوهات وكده بيمشي بالبلطو زي الشحات بالظبط بيهان علي لوجيني ولا حاجة استخدته ما منو شو لك اخده لا بقول لك المهم كنت بقعد احوش لك يا عم فلاح يلا لك عشان بص الموج فينه بس عنده اهو عندنا عندي لاب افشت
جاي. اضربنا انا اولاد الكلب. انا موت. خد انت خدوا يلا خدوا خدوا يلا. جولد بوكس جولد بوكس كنت والله كنت اقول لك لسه جولد بوكس هينزل قريب. مش ضربني ضربة هنا فينو. انا بدور في اخر الجيم. رحت ادور مكان تاني. لا لا ابويا في اخر الجيم. اخر الجيم؟ اه انا مش عايز اضرب فيهم بقى. بس ينزلوني. ايوه قتلت واحد. خدوا انا اتو اديتك ضربة يا اسطى. اديني ضرب. مش ضرب اهو 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 عندي 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 فين؟ عندي شايف. انا اديته ضرب على فكرة اهو شايفني اهو وراك وراك. ايوه ايوه عايز اقتله بس عشان الكاميرا غلط. واش ميلي عايزين يقتلهم. يبقى في النص. ولا عندي. ده كان عايز يضربك. انا ضربت واحد راس. طبور يا عبدي. يا عودي. اهو عنده. بيبو بيبو سيبني سيبني. يا ابني لو كنت نطيط عليه. وقعت تحت. انا وقعت تحت. هياخده. انت. هل. انا جنب جنب انا فوق. انزل عليك وقت الولد خرج اول ما خدت في الفايت. يلا واز سكاي انت. استنى استنى انا الله يا بول ساعدوني. انت اتاخرت مش عارف تمشي مش عارف ليه يا عم. جيت انا جول البوينت. انا هعمل البوينت. انت يا ابني ما بتتكلمش الا وقت الجولد ولا ايه؟ اهو اهو اخر الماب اخر الماب اخر الماب اخر الماب صح. ما تقتلش يا عبد. ماشي ماشي تزنق اللي وراك ده. لو ده استنى اقتلك. استنى اقتلك انت بقى. لا ولا اخر الماب خالص ولا قبلها؟ اخر الماب أخر ايوه الماب. لا قبلها قبلها عند عند البيت كده. لا هو الاكس دي اللي يروح ده يا اسطى. دبله يا اسطى. لا دبل اكده. ما تقتلنيش انا ما تقتلنيش انا ما تبقاش احمر. واحد ضربني. اضرب اضرب ده اضرب ده عبد الله اضرب ده. اي زيزو. لا زيزو لا انا موت. لا اه ماشي تقتلني يا اسطى. ما تقتلش وتقتل ليك عشان انت كنت جنبي. لا انا كنت مستحيل تقتلني. بتقتلني بتقتلني. جولد بوكس جولد بوكس عندي. اهو بيو بيو جولد بوكس. الو جولد بوكس عندي. الجيم اللي احنا كنا فيه قبل كده. اولد طب ان شاء الله يا ابن المحظوظه.
الجول ده عندي. اخد ايه يا عم انا عملت تسكيل يا ابن الكلب. وعبدو فين بقى؟ بدور انا بس دي باتل في الماموس بنت مش على الجس عمال اضرب فيه لقيته تقريبا ناحيه اليافطة طويل او قدام البوينت بين البيتين بين البيتين ايوه صح اكمل لي يا ساندر كمان مش بين البيتين مش هلحق يا عم ايوه ليه لا يا لهوي ساندر مصاص دومي مساعد دين 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 شغال ضرب فيه هو عندنا قريب من نفس المكان كويس بقى انك قلت لي من ورا ولا من الناحيه الثانيه في النص في النص في النص شايفني شايفني انا واقف فوق على البيت وطلعت عشان ترد عليه يعني ايوه وممكن يتنط عليه ايوه بس انا في جنبك ولا هرخم عليه ليك ولا ايه حاسب ريح عادل كفو انا الواد البايك ده هو قلت قلت ايه ده انا خاف قلت لا مش هو البيت مش هو البيت اهو قدام الجسم قدام انا ماشي وراه اهو ايوه عند الجسم عندي انا عندي قدام الجسم تأخروني اخر الباب ولا بس مساعدين واحد بيقول لي زيزو مساعدين تعالى يا سلام على الدبل الجميل يا سلام على الدبل الجميل ايه ده ده عند الجسم يا كذاب قدام الجسم وانا اللي واقف بعيد ايه ده نازل لوحدي يا سلام انا قلت بس مين اللي هيقف جولد تاني انتوا هتزلوني عبد اخر مؤهل هتزلوني وجبوه كده اقسم بالله ده بقولك يا عم بص التحليلين ورا بعض طب استنى فين اخر الباب يا فين يصل انت مصطفى الصدى ولا فوق البيت فوق البيت يا عم عند الماسوره عند الماسوره عند الماسوره تعالى بس هنط عليك ماشي وانت واقف واقف هناك هنط عليك خليك خليك هنط عليك اصبر والله بص بعد اول ما يلا تعالى خش يا يلا لا يلا يا حسابك خده انت خده انت خده انت خده انت انا انت عامل بوينت مهم جولدي يا عم بقول لك اعمل بوينت انا ايش اعرفك في ناس عملت واحده لب احسن فوق البيت فوق البيت كويس انك اتقلب عشان اخده يا ولادي بيقتلوني النجوم يا رب انزل عنك ما انت محظوظ هتلاقي نفسك نزلت وانت مكمل في بيتك انا نزلت بعيد احسن المشكله اللي كله اللي واقف يا ولاد يا ولاد يا رب ينزلوني في نفس المكان نزلوني بعيد يا عم ولاد الكلب مين اخر انت اللي اخر ان شاء الله محدش اخر حد انت مش قلت لك انت والله من والله انا شايفك وقلت انت اللي اخر شفت يا اسطى عشان اخر واحد ساعدني انا فيها بوكس عندي روح والله اللي معايا بيقول لي اقتل ايه اللي معايا بيقول لي اقتل بس انا مش عارف فين الجولد لقيته
عندي لا. ايوه هم اللي هيساعدك يا عم. لا يا عم طلع ساعدوني ساعدوني يا عم. حاضر نكتب لهم سانكز بقى.